وفي موضوع آخر، نفى مساعد الأمين العام للأمم المتحدة ومستشاره الخاص لشؤون اليمن جمال بن عمر، نفى أن يكون إصدار جماعة أنصار الله للإعلان الدستوري في السادس من شهر فبراير الجاري قد تم باتفاق معه. وأكد بن عمر عدم انحيازه إلى أطراف سياسية يمنية بعينها، وأن يكون طرفا في الأحداث الجارية في اليمن، معربا في بيان صحفي أصدره اليوم مكتبه بصنعاء عن أسفه للأنباء التي تريدها بعض وسائل الإعلام بهذا الشأن. وجدد وقوفه على مسافة واحدة من جميع الأطراف السياسية واستمراره في القيام بمساعيه الحميدة لتيسير الحوار وتقريب وجهات النظر بين الفرقاء اليمنيين من أجل الوصول إلى اتفاق سياسي يخرج اليمن من الأزمة.